فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أخذت معي ابني الصغير أثناء العمرة وألبسته لباس الإحرام الذي يباع في المواقيت للأطفال وفيه شيء من التخييط حتى لا يسقط عن بدن الصغير فيتعرى، فهل هذا مشروع وهل هو لباس صحيح؟ تخييط؟ نعم. وين هو فيه التخييط؟ وين مكان التخييط؟ يعني مجعولا على شكل إزار اللي يسمونها التنورة واللي يفتابها بعض المشايخ الله يهديهم، هذا ما يجوز لا للكبير ولا للصغير، ما يجوز هذا. أما إن كان قصده أن الحرام لبوه شق فيه شق وخاطه خاط الشق هذا فلا بأس. نعم.